أنا مش جديد في العمل الخيري وبودي فلوس للقصر العيني والمستشفى أبو الريش، بس مش بحب أعلن عن ده، دي حاجة بيني وبين ربنا. صوري على السوشيال ميديا دي رسالة لناس برة مش لأهل بلدي، بيفتكروني بستفزهم وأنا ما أقصدهمش أصلا. محمد رمضان معودنا دايما إنه ممثل مثير للجدل، وعلى الرغم من كده هو ممثل محبوب جدا من جمهوره، وظهر ده في المنصورة والجمهور بيحاصر عربيته وهو داخل لوكيشن تصوير لفيلم عالزيرو، ودي مش أول مرة الجمهور يعمل كده مع رمضان. حصل نفس المشهد في منطقة شبرا مصر وكان بيصور نفس الفيلم برضه، والأهالي تدفعوا وحصروا محمد رمضان لدرجة إن قوات الأمن تدخلت علشان بس يقدر يوصل عربيته. وقبلهم في اسكندرية الجمهور حاصر عربيته وطلعوا فوق العربية كمان علشان بس يتصوروا معاه ويسلموا عليه، وغيرهم أماكن كتير. مجرد ما بيظهر محمد رمضان الدنيا بتتقلب. موقف المنصورة ظهر بعد أزمة ظهوره في طيارته الخاصة ومعاه دولارات، واللي أثارت جدل كبير قوي وحطته في موقف صعب، والناس بدأت تتكلم وتقول هو ليه مش بيتبرع بالفلوس دي للناس الفقيرة. وأبرزهم كان الدكتور جمال شعبان المدير السابق لمعهد القلب، واللي نشر بوست بيقول فيه لمحمد رمضان مادام انت مش محتاج الفلوس دي اتبرع بيها للمستشفيات ولشراء منظمات كهربائية للغلابة في العناية المركزة، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام. وحكى دكتور جمال في مداخلة ليه على التلفزيون ان محمد رمضان اتصل بيه بعدها على طول وطلب يقابله بأقصى سرعة، وقال له رمضان انا مش بلتفت للي بيتكتب عني خصوصا الكلام السلبي، لكن انت انتقدتني نقد بناء. وقال محمد رمضان انا دايما بتبرع لمستشفيات بس مش بقول علشان دي حاجة بيني وبين ربنا. وقال كمان الدكتور جمال شعبان ان محمد رمضان قصد يتصور الصورة دي لانه كان رايح امريكا وكان عايز يحسسهم انه غني ويعمل لنفسه برستيج، وانه مش بيشتغل بعشوائية وبيدرس كل حاجة قبل ما يعملها. واكد ان محمد رمضان وعده بالمساهمة في علاج حالات كتير، وبدأوا بالفعل يتواصلوا مع اول حالة واللي هيتحمل محمد رمضان تكلفها بالكامل. محمد رمضان بكل نجاحاته وإنجازاته والجانب الخيري اللي ظهر منه بتقول إنه عسل، لكن بيحط دايما نفسه في مواقف بتخلي الناس تتضايق منه وتسخط عليه، وعلشان كده محمد رمضان عسل بس عسل أسود.